رجع لكم فيديو وهذا الفيديو نحكي فيه عن شغلة اللي هي لما تختار شغلة تعملها لباقي حياتك. صح انه الانضباط له دوره، بس لا تعطيه اكثر من حجمه. كيف يعني؟ يعني مثلا انا لما ادخل نادي الملاكمة، حلو، ما بدخل وبتمنيك وبعمل اللي بدي اياه. انا صلي بلاكم يعني فترة منيحة، بديش احكي اني اتقنت الملاكمة او صرت ماستر فيها والله، بس بعرف شو الشغلات اللي بحبها والشغلات اللي ما بحبها، الشغلات اللي بتناسبني والشغلات اللي ما بتناسبني. مثلا انا بالنسبة لي لما ادخل على نادي او على اي مكان، اول شغلة بعملها شادو بوكس، انك تضرب الهواء، مش يعني ما تضرب لا كيس ولا تتخيل انه في قدامك خصم وعم بحاول يفل منك او عم بهجم عليك وانت بتحاول تضربه او تتفادى ضرباته. هاي هي الشادو بوكس، هاي اكثر شغلة بحبها. فايش بعمل؟ بعمل منها كثير. هاي اول شيء. ثاني شيء السبيد باك، عم بعطيكم امثلة انا بالنسبة لي، والكيس والسبانك، هاي الشغلات كلها بحبها انا. فايش بعمل انا اول ما ادخل النادي؟ بعملها، هاي اول شغلة بعملها، شادو بوكس، انه اكثر شغلة بحبها. ماشي، بعدين ببلش بالصيد والخرا. وانت لما تحب اللي بتعمله، اللي بتحب اللي بايدك انت والشغلات اللي بتعملها هاي اللي بتحبها، ما راح تزهق منها. حلو، لو عملتها 4-5 ساعات ما راح تزهق منها. وصح الانضباط والديسبلين والموتيفيشن وهاي الشغلات تلعب دور. بجوز يعني قاعد بالدار انت بدكش تروح النادي، بجوز الديسبلين او الانضباط هو اللي يخليك تقوم على الكنباي بدل منك تحضر تلفزيون وتروح تشغل السيارة تشرب كاسة قهوة وتروح النادي. هذا الانضباط. بس الانضباط ما له دخل بالحب للمجال اللي انت داخل فيه. فانت بمجرد انك بتحب هذا المجال، اول ما تبلش تمرين راح تكون عارف، راح تكون في فكرة براسك عن المرحلة اللي بدك توصلها في هذا المجال. انت بتعرف انه انت هسه بتسقل مهاراتك لسبب معين، انت مش هيك بس عم تتمنى، بس داخل بتتسلى. انت هاي الشغلات عم تعملها مش بس لانك بتحبها، بس برضو لانك انه في سبب، في انت موجه لمكان، موجه حالك لهدف بعيد المدى. حلو، اعذروني اني مش صافي فيك وانا بالفيديو، كنت بسوق. بس هذا الفيديو بس تم.